إذن نشاط مكثف ومثمر من الناحية الاقتصادية والسياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك التي وصل إليها للمشاركة في فعاليات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه المشاركة شملت عددا من اللقاءات. لقاءات مكثفة حفل بها جدول الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثاني أيام زيارته لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. فعلى الصعيد العربي كانت القضية الفلسطينية حاضرة خلال لقاء الرئيس محمود عباس، حيث أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في سياسة مصر الخارجية، مؤكدا مواصلة مصر لجهودها الحثيثة مع الأطراف الفلسطينية من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما التقى الرئيس السيسي بمقر إقامته الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، حيث أشار الرئيس إلى أن المرحلة الراهنة بما تفرضه من تحديات تستلزم تضافر كافة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها. عربيا أيضا، كان لقاء الرئيس السيسي والأمير خالد بن سلمان سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، حيث أكد السيسي أهمية تدعيم أواصر العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة بما يساهم في تعزيز التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة العربية. والتقى الرئيس السيسي بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي، ضمت عددا من الوزراء والمسؤولين والعسكريين السابقين، بالإضافة إلى قيادات مراكز بحثية. وأكد الرئيس على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب والتطرف، ومؤكدا أهمية شمول الحرب جميع الجوانب والتنظيمات. التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر والتي يمكن لمجتمع الأعمال الأمريكي المشاركة فيها كانت محور لقاء الرئيس السيسي بمقر إقامته وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية. احنا ما خلناش سبب يعيق الاستثمار الحقيقي في مصر اللي ما اشتغلنا عليه وحاولنا ان احنا ننهيه تماما. كان عندنا مشكله في باختصار شديد كده في البنيه الاساسيه والطاقه وعناصر اخرى كمواد مطلوبه للمستثمر ان هو يجد حاجته من الطاقه سواء كان كهرباء او غاز، ودي كان فيها مشكله واحنا حلناها من 3 سنين تقريبا. اتحلت ما بقاش في عندنا أي مشكلة لا للطاقة كهرباء أو غاز في مصر. حيث استعرض السيسي الجهود والإنجازات التي تحققها مصر على الصعيد التنموي وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام.